عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ومحافظ البحيرة جاكلين عازر لقاء مع عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمحافظة البحيرة لمناقشة آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين بالمحافظة. وأكد وزير التربية والتعليم أن اللقاء يستهدف مشاركة كافة القيادات لوضع حلول لأهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي تعوق تحسين جودة العملية التعليمية المقدمة للطلاب. من جهتها أشادت محافظ البحيرة بالجهود المبذولة من قبل وزير التربية والتعليم بهدف مواجهة تحديات على أرض الواقع والتغلب عليها للارتقاء بالعملية التعليمية.